هنخش دلوقتي في الجزء الثاني من ارتجاع الفاتورة. ارتجاع الفاتورة طبعا دي كل تواريخ الفواتير اللي اتعملت، محتاجين ان احنا نعمل ارتجاع للفاتورة. احنا هنا هنحدد اليوم يبقى يعمل لي من الى، هنعمل حاجة صغيرة بس كده اهو، اللي هو ده ينزل سنة وكمان ده ينزل سنة برضه بالزرار بتاعه. وهنا عندي في كلمة بحث هنا بنضغط على كلمة يوم، احنا بس ايه هنسمي يوم أسماء تانية، اللي هي التسمية بتقول ايه هنا، ان واحد وهنا بتساوي اسمه ان اتنين. خلاص هنا هنقول عند الضغط عند الضغط يبقى مي دوت ان واحد بتساوي داتا، ومي دوت ان اتنين بتساوي داتا يعني تاريخ النهارده. مراجعات المورد اهو، يبقى تاريخ النهارده 14/7. تمام، هو ممكن يجي لك انت بتاريخ اكتر 20/7 او 19/7، اللي يعني اصلا انا بسجل ولسه بتاخد وقت لما بتحمل، يعني ممكن احملها بعد 4 ايام عشان في عندي حاجات كتير لسه ما اتحملتش. ماشي، هنا اخر 3 ايام، اخر 3 ايام يعني نفس القصة اللي احنا عملناها هنا اهو. هنعملها هنا اهو، بس ان واحد بتساوي داتا ناقص 3 ايام. يوم هنا اخر 3 ايام هيجيب لك من يوم 11 لحد يوم 14. اخر اسبوع نفس القصة، بس هنحط حاجة بسيطة اهو، هنا ناقص 7 ايام. ماشي، وهنا ناقص 30 يوم. يبقى اخر 3 ايام اليوم اهو، اخر 3 ايام، اخر اسبوع، اخر شهر. ماشي، عايزين بقى نربط، يجيب لي الكلام ده لما اعمل بحث، يبحث لي الفواتير من خلال ايه الفترة المحددة، ما يجيبليش فترة ابعد ولا فترة اقل. اول حاجة عشان نعرفها السب فورم المساعد ده واخد ايه، واخدها منين، واخدها من يعني ده واخده منين، متعرف على مين، متعرف على ريكويري 40. الكويري 40 ما فيش مشاكل، هنيجي عند الكويري 40. احنا طبعا هنا الكلام ده فورم 5، اللي هو ده فورم 5. هنيجي عند الكويري 40 ونقول هنا، بس نتأكد الأول معلش تاني عشان احنا نسينا، اللي هو التاريخ فيلد 4 بتساوي بتوين اهي، بتوين اهي ما بين تاريخين. انهي بقى تاريخين هنجيبهم بقى هنا اهو، من هنا فورم 4 فورم 5، ان واحد الاولاني
والتاني نقف عليه كده اهو ان اتنين التاني ماشي. بعد كده ايه، ولا لايك ولا كلام فارغ ولا اي حاجه، مفيش لايك ولا كلام ده هنستخدمه. ونعمل عند الضغط الكلام ده يعمل لي ريكويري تحديث، اللي هو اني بقى شيلد 153، شيلد 153 بيبقى مي دوت شيلد دوت ريكويري ماشي. اتجاه المعيدين اليوم مفيش، اخر 3 ايام او رقم 13/7 محصورين زي ما انتم شايفين، اخر اسبوع اخر شهر لقينا مفيش كتير، لكن يوم مفيش اخر 3 ايام اهو. طب نعمل كده فاتورة اليوم النهارده ونشوف كده المشتريات. الإدراك نخش اتجاه الولاء اللي عن اليوم اهو ظهر لك اهو. عايزين بقى نشيل الزيادة ديت، الزيادة ديت جت ازاي ونشوفها، نعرف دلوقتي ايه. هل من هنا نعمل اديت يوم لو اديت يوم خليها نو، لو اديت يوم ما تضيفليش جديد. اتجاه العملة اليوم هو جاب لي ده بس، ده بس كده حددنا التاريخ، ربطنا التاريخ بايه بالمحدد. عايزين بقى نوصل لخانة تانية خالص، وهي الرقم الاتجاه ومكونات الاتجاه. مكونات الاتجاه تعال نشوف كده الجداول المربوطة بحسابات المشتريات عند بالذات الادخال 15. احنا هنا في الادخال مربوطة في تيبل 5، كل الشغل كله في تيبل 5، وفي الحفظ 6 و7، 6 و7. يبقى هنشوف 5 الأول، تيبل 5 في اسم الصنف اللي مينفعش نعدله ولا كود الصنف ولا كده، لكن احنا ممكن نعدل الكمية فقط لا غير، الكمية فقط لا غير، ولا السعر حتى نعرف دي، هو كل القصة كلها الكمية فقط لا غير. تمام، هنيجي هنا وهنعمل لها فورم وهنشوف هناخد اللي احنا عايزينه منه. طبعا ده مهم قوي، ده رقم الفاتوره، رقم الاذن، رقم اذن المشتريات الهرب بي، رقم اذن، رقم حركه المشتريات، المشتريات تقريبا كود الصنف. اسم الصنف الوحدة، السعر، ده السعر الخاص مع الفكرة، دي كمية مش كمية، تاريخ
ده الاي دي مش عايزينه، ده السعر بعد الخصم، السعر بعد الخصم، إجمالي القيمة بعد الخصم. هي إجمالي القيمة، هنا إجمالي القيمة بعد الخصم. كل ده بقى هل هيظهر في الارتجاع؟ عايزين ناخد حاجات معينة هي بس تظهر، وهنعمل في تيبل تيبل جديد، هنعمل تيبل جديد اللي هو الكمية المرتجعة. بس احنا قبل ما نعمل الكمية المرتجعة اللي احنا هنا هنعمل في تيبل 5 فورم فيلد جديد، سيف بقى خد تيبل 13، هنعمل هنا اهو فيلد اسمه ايه بقى؟ اسمه المرتجع، اسمه المرتجع. بس هناخدها بالانجليزي، المرتجع بتساوي هنا نمبر، ده كل اللي يهمنا هنا في الخانة اللي هنحطها دلوقتي ديت، اللي هي دي الكمية المرتجعة، وهنعملها هنا اهو باللون بتاعها، وهنكتب هنا الكمية المرتجعة. هيظهر لون مؤقت دلوقتي، ده المفروض الكمية تطلع نكتب عليها كمية مرتجعة. ده كله مطلوب يتحط ماشي، بس أنا دلوقتي عندي خانة صغيرة جدا اللي هي اتجاه الموردين الصغيرة زي ما انتوا شايفين هنا. احنا بقى عايزين نربط ايه بقى يا سيدي دلوقتي؟ ايه عملنا اهو، نربط بتاريخ الحركة دي، نضغط عليها، هنعمل لها زرار عادي، نعمل لها لينك open form اللي هي تيبل 13. طبعا عشان احنا هنا عاملين ليها تجميد، هفك التجميد بتاعها،
هيعمل دوت بوب اب. هنشيل شوية حاجات كده ونعمل ده تمام، ونعمل تحت اغلاق. يعني كده اتجاه المولدين بحث اليوم، ونختار عليها يوديني على طول للفورم اللي احنا هنرجع منه. بس هنا هنعمل عن وسطا الكلام ده، دي نقطة. النقطة التانية انا عايز اوصل دلوقتي ل ايش، عايز اوصل للرقم اللي هنا. احنا قلنا اتفقنا فورم 5 لحد شيلد كام؟ 135 من داخله اللي هو فيلد 1 اللي هو رقم الحركة. هنيجي هنا رقم الحركة اهو اللي هو فيلد 1، قلنا هنا بقى فيلد 1 ماشي. هنعمل حركة حلوة، هننزل كله كله بلا استثناء، ننزل كده اهو، وهنيجي هنا عند فيلد 1 كتيريا، ونشوف بقى فين فورم 5. فورم 5 ندخله كويري فيلد 1، بس كده مش هيشوف لي الا فيلد 1 اللي احنا حددناه، بس اللي احنا حددناه بس. تعال نشوف كده اتجاه الموردين اليوم بحث، يبقى احنا كده مش هيشوف لي ده ايه ده، بس فقط ايه. هنشيل بقى الديكشن دي بالمرة، ما يعمليش حاجة زيادة. لو الديكشن بتساوي نو، يبقى كده اتجاه الموردين نون وستة اهو، رقم الحركة 6، الكود الصنف أو الشحن وقع على طبقة كده 10 شواحن، هترجع كام؟ الخانة دي طبعا احنا لسه هنظبط الفورم ده في الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله. هنا آخر 3 أيام بحث كده، هات رقم 1 كده كانش فيه، طب 2 أو 2 دينامو، بس ليه هنا ما كتبش؟ عشان ما كتبش اسم مورد. طب دلتا هنا رقم 4، رقم عبارة عن بقى صنفين بس، احنا برضك عايزين نكتب اسم المورد يظهر برضه معانا، مش مشاكل عشان نتأكد. الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.